صباح الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من كلام بيروت. في زحمة الاحتفالات بالأعياد يقفل العام 2014 على حداد وطني اليوم على أرواح اللبنانيين الذين قضوا في سقوط الطائرة الجزائرية في مالي منذ أشهر، وذلك بعد محطات حفلت بالدماء والقتل والعنف والحداد أيضا خلال هذا العام. ولكن مع قرب نهاية العام قد تحمل انفراجا في ضوء الكلام والمواقف المعلنة عن قرب انطلاق الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله بين عيدي الميلاد ورأس السنة، ويؤمل أي يترجم هذا الحوار أيضا على صعيد أشمل، وطبعا بجهود الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. أما قضية العسكريين المخطوفين والتي يعني استمرت منذ هذا العام وقد تستمر أيضا خلال العام الجديد رغم كل المبادرات والوساطات والتدخلات، والتي لم تحمل نتائج تفضي أو أفضت إلى معالجة هذه القضية. موضوع رئاسة الجمهورية، أيضا قانون الانتخاب، الوضع الإقليمي والدولي وتداعيات ذلك على لبنان، هذه المواضيع سنتابعها مباشرة من الاستوديو اليوم مع الوزير السابق الدكتور محمد عبد الحميد بيضون. دكتور بيضون صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك بكلام بيروت. رح نبدأ الحلقة بنوع من التفاؤل إذا صح التعبير، بصورة من صحيفة المستقبل لاحتفالات مبارح وتجمع كل اللبنانيين من كل المناطق بوسط العاصمة بيروت يعني بمناسبة الأعياد. يعني اكيد شيء بيدعو للتفاؤل، يعني انه تشوف بيروت عم تعيش رغم كل الضغوطات الموجوده على الشعب اللبناني. نعم. لا شيء بيخلينا نتفائل، بس المهم انه يصير في تغيير بالعقليه السياسيه. نعم. الموجوده يعني خلال هذه السنه في صورتين مختلفتين، البعض بيشوفها يعني شيء ايجابي، ولكن لا، في قضايا عالقه، في ازمه بالسياسه بموضوع الامن، وبجانب اخر هذه الصوره وغيرها في الداخل اللبناني. يعني الشعب اللبناني شعب حي، عنده امكانيات كبيره، عنده قدره على انه يعمل معجزات، بس بدك حكم، ما في حكم. يعني البلد مشلع نتيجه انه في تسلط ميليشيات على البلد، يعني مش ميليشيا واحده، عده ميليشيات متسلطه على البلد. بدك نرجع نقول لازم نسقط حكم الميليشيات، نرجع لحكم الدستور. يعني يا بيحكمنا الدستور يا بيحكمونا الميليشيات. اليوم نحن مع الاسف محكومين ميليشيا وميليشيا وميليشيا، وبتشوف يعني بس تتجول ببيروت بتحس بالمظاهر الميليشياويه قائمه. هاي لازم تصوت، لازم تنتهي. وبعتقد وزير الداخليه عم يحكي عن خطه امنيه، لازم يكون في خطه امنيه لكل البلد. ليش؟ نعم. ليش محصوره بهالمنطقه او بهالمنطقه يعني؟ نعم. قلنا اليوم في حداد وطني على أرواح اللبنانيين، سقوط الطائرة الجزائرية منذ أشهر، حيوصلوا الجثامين اليوم مساء إلى بيروت. يعني ما فينا إلا نتعاطف مع أهاليهم وقريبهم، يعني أكيد هذه مأساة، ونحن مش عايشين مأساة واحدة، عايشين 100 مأساة. يعني بس نطلع على وضعنا ووضع السوريين اللي موجودين على الأرض اللبنانية، وضع العسكريين المخطوفين وأهاليهم، شيء بيقطع القلب. يعني عندنا 20 مأساة موجودة وحكم ركيك، يعني بتحسه مشلع منه موحد، منه قادر ياخذ قرار، حكم بدون قرار، هي اصعب شغله. نعم. بدنا نخلص، بدنا نطور وضعنا يعني. قبل الحديث عن موضوع العسكريين بالتفصيل، وبدي منك جواب مقتضب، هل بتشوف بالبدايه، لانه بدي احكي بالتفصيل عنه، الحوار المرتقب بين المستقبل وحزب الله، بتشوفه من النتائج من المحطات الايجابيه في خلال يعني نهايه هالسنه؟ كل شيء بيعمل تقارب بين اللبنانيين هو ايجابي، بس انا عم لاحظ انه ليش الحوار ثنائي؟ ليش الباقيين مش قاعدين على الطاوله؟ وليش الباقيين ما بيتحملوا مسؤولياتهم؟ ليش المسؤوليه كلها بهالمرحله هاي؟ مفهوم يعني اليوم حزب الله بده وقت، يعني حزب الله متورط بسوريا، والمعركه بسوريا طويله، يمكن تاخذ سنه، يمكن تاخذ، ما حدا بيعرف، حزب الله عم يشتري وقت. طيب ليش بس المستقبل حامل المسؤوليه بيجي بيقول له لحزب الله انا بدي انقذ لبنان؟ ما حكي للرئيس الحريري. نعم. انا عندي خطه انقاذيه، انا مصلحه البلد اهم من مصلحه. ليش بس المستقبل هو الطرف الوحيد المتحمل المسؤوليه؟ طب وين بري؟ وين جنبلاط؟ وين عون؟ وين الباقيين؟ مين عامل الحوار؟ بري وجنبلاط؟ لا، مين يلي دس على قلبه؟ انتبه، بري وجنبلاط اليوم هن الحكم، هن لهم وزراء، وهن معبيين الشاشات من غير شرط. بس بالقضايا بجدول اعمال الحوار كانه ما لهم راي. لا عملوا جدول اعمال، لا حطوا رايهم بجدول الاعمال.
مشي كانه عم بقول للبنانيين انه البلد بحل له بحل مشاكله بالمستقبل وحزب الله، ونحن شهد يعني مجرد شهود يعني. انا سميتهم ام ملحم وابو ملحم، انه ام ملحم وابو ملحم ما لك راي بالقضايا المطروحه بالبلد. هذا الشيء يعني تكتشف بعدين انه طيب ليش كلهم متهربين من المسؤوليه. وهذا بخليك تقول انه في نوايا سيئه بدهم يفشلوا الحوار، مش عم بحكي عن بر وجملات. حزب الله ما في ثقه فيه انه بده ينجح الحوار. لو بده ينجح الحوار كان بري اول واحد بيقعد على الطاوله، جنبلاط ثاني واحد بيقعد على الطاوله، وعون بيقعد على الطاوله، بس كلهم حاسين انه حزب الله رايح على يعني على محل بده يشتري وقت من الحريري، ومش معروف شو بده يوصل. هذه مقدمه للحوار، بالمزيد من التفاصيل خلال الحلقه رح نبدا بموضوع قضيه العسكريين المخطوفين. رغم كل التدخلات والبعض قال هذا التخبط، الاهالي بعدهم مستمرين، تهديدات جديده وصور جديده من داعش. ورايك بدخول يعني اشخاص على هذه الوساطه بدون تكليف ماذا يعني؟ طيب الحكومه صار لها 4.5 شهور رح يصيروا 5 شهور ما عملت شيء. يعني هن الاهالي عم بيقولوا لك نحن عم نبرم محلنا، ما مش عم نسمع ولا كلمه جديده بالملف. طيب يعني 5 شهور بعدين الحكومه امتى بتاخذ قرار؟ انه فيكم تحرروهم بالقوه، روحوا حرروا. بدها تاخذ قرار بشو دكتور بيضون؟ يا تحريرهم بالقوه يا مقايضه. ولي جملات ونبي بري اول الناس اللي قالوا نحن ضد المقايضه، قالوا نحن مع مفاوضات دون مقايضه من اول اسبوع. هي اول شيء اليوم صاروا عم بيقولوا لا مقايضه. طيب مين وقف ضد المقايضه؟ وراحوا لعند الجنرال عون وحكي الموقف وعند كلهم كانوا بالاول كلهم ما بدهم لا مفاوضات ولا مقايضات. هلا كلهم بدهم بس الحكومه في حدا حاطط لها حاجز، يعني في حزب الله حاطط حاجز انه المقايضة بدها تكون 1 2 3، وفي ناس ما بيطلعوا وفي ناس بيطلعوا. فقط عدوا يلي قاموا بالتفجيرات بالضاحية والباقيين ما عندهم اشكال عليهم. يبدو انه الاخرين يعني، لانه الرئيس السلام دائما بيقول ما وصلتنا المطالب تبع الخاطفين بشكل واضح، يبدو انه كمان الخاطفين عندهم مطالب تحت الطاولة مش عم بيوضحوها شوي. يعني الحكومة اليوم تراها في موقع ليست قادرة على الدخول في هذا الملف وحسمه، لأن حكومة اللا قرار ما عم تقرر، ما بتاخذ قرار. حد بحط 24 واحد وبقول لهم بدكم تعملوا اجماع، ما في اجماع 24، يعني في خطأ صار من الأول. هالخطأ روح صلاحيات رئيس الحكومة، روح صلاحيات الحكومة، وصار يعني عندنا مجلس رئاسي من 24 واحد. القرار بيد السياسيين؟ قادرين على الحسم السياسيين لحالهم بدون الحكومة؟ هذا الموضوع مجبورين يحسموا فيه، والا اخذين العسكريين على على يعني على على وضع ماساوي. نعم. الحكومه والرئيس اسلام مجبورين يحسموا، ما بيجوز هالقد، مجبورين يحسموا. هلا مطالب الخاطفين شو هي؟ يمكن الخاطفين بدهم اكثر من مقايضه. عندهم 25 بدهم مقابلهم 200 او 300، يمكن بدهم اكثر. في وضع بمنطقه الالمون بده تسوية، والتسوية ما بتصير إلا من خلال يعني وساطة مش معلنة، وساطة تحت الطاولة. بعد التخلي القطري إذا صح التعبير والدور التركي المتراجع أيضا، هل بقيت الحكومة أو يعني لبنان هو بيده هذا الملف لحاله؟ كان خطأ من الأول اعتماد الوسيط القطري أو التركي. هاي الأقنية مخطئين باعتمادها، واللي جروا لها كانوا بدهم يربحوا، يعني حزب الله وبري وحتى جنبلاط لما اندفشوا انه والله تعالوا نعتمد الوسيط القطري وبعثوا اللواء ابراهيم لعنده على قطر. تجربه قبل مع اللواء ابراهيم. لا هداك موضوع جذريا مختلف. طيب اليوم كان خطا. هودي الموجودين بالألمون عندهم يعني وضع بيعرفوا، الجيش اللبناني بيعرفوا، وكان مفروض من اول يوم يا مخابرات الجيش هي اللي تفاوض دغري على الارض، يعني مش عم بحكي مخابرات الجيش بالمكاتب، على الارض فوق بجرود عرسال في ضابط مخابرات مسؤول عن المنطقه هو اللي بفاوض، او كان ممكن نتركه لهيئه علماء المسلمين انها هي، وكانت ناجحه. انت مذكر بالاسبوع الاول او الثاني هيئه علماء المسلمين نجحت انها تطلع 7 أو 8 طلعوهم، ولكن ايضا هيئه العلماء حصل فيها تدخلات، الكل صار بده يطل ويقول انا قادر اطلع وانا قادر اجيب مطالب، وكمان قوسوا عليها. الشيخ سالم الرافعي تقوس، ليش تقوس؟ ليوقفوا وساطته، لانه هو كان عنده امكانيه نجاح. وقفوا وساطته. طيب
وقفوا وقضينا 4 شهور بدون أي جهد. كنتوا تتركوهم من الأول كانوا وصلوا لنتيجة. في خطأ حكومي كبير، ما بعرف هلأ مين بده يعالجه. يعني اليوم نحن وضع صعب وخطر. أنا بقول الله يعين الأهالي أكثر ناس فيه. رئيس اللقاء الديمقراطي أو اللقاء جامعة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط على حسابه على تويتر دعا إلى توحيد الجهود من أجل الإفراج عن الجنود الأسرى تحت شعار المقايضة وأولوية سلامة العسكريين، ويقول أنه بخلية الأزمة اللي هو عباس إبراهيم ذات الخبرة الكبيرة والوزير نهاد المشنوق ذات المعرفة الواسعة، المطلوب توحيد الجهود وأعاد تفويض أيضا الوزير وائل أبو فعور بالاتصال بالنصرة وداعش. الهم كما يقول أهم شيء حياة العسكريين، مش أنه يروحوا أنا فرق عملي. أنا مع وليد جنبلاط بهالموقف، أنه لازم هالموضوع ينتهي بدون دم، لأنه هالدم ممكن يعمل فتنة داخلية كبيرة كتير، ممكن يعمل مشكلة، يعني قنبلة تتفجر بالبلد. مفروض ينتهي بسرعة وبدون دم. هلا هذا مرهون بالرئيس إسلام، بده ياخذ موقف، بده موقف شجاع، بده يجبر الآخرين أنه يلحقوه. رئيس إسلام اليوم هو المنوط فيها الموضوع. الجيش أين في هذه القضية؟ الجيش بيلحق قرار سياسي. يعني إذا كلف الحكومة كلفت الجيش عمول عملية بيعمل، كلفته فاوض بفاوض. الجيش بالحلقة قرار سياسي، ما فينا نحط عليه أي لائم. يعني الجيش الكلام عن التنسيق مع النظام في هذا الملف وغيره يفيد؟ لا، ما بيفيد أبدا. على العكس، يعني هذا مطلب حزب الله. حزب الله من أول يوم بقصة عرسال شو بده أنه الجيش اللبناني ينسق مع جيش الأسد، يعملوا عملية بالألمون للجهتين. أنه مفتكر حزب الله انه الجيش اللبناني وجيش الاسد فيهم يشيلوا هالمسلحين. ما فيهم يشيلوا هون، هذه معركه كثير خاسره. يعني الجيش اللبناني اذا فات فيها، هاي فيها الاف القتلى، ما بيحمل الجيش اللبناني. ليش؟ حزب الله هاي معركته لحزب الله، ليش بده يورط الجيش اللبناني فيها؟ انت حزب الله تورطت بسوريا، كفي تورطك. الجيش اللبناني نحن بدنا نبعده عن سوريا، هذا يعني الاساس، انه نحمي الجيش اللبناني من التورط بسوريا. بينما حزب الله عم يدفش، لا تورط، لا اذا ماتوا العسكريين لازم تعمل عمليه عسكريه. الجيش اللبناني ما في له القصه، ومش دوره، مش دوره ابدا. يعني حتى عنوان محاربه الارهاب، هيدا جيش لبناني دوره على الارض اللبنانيه، مش دوره بيتجاوز الارض اللبنانيه. نحن الكلام اليوم عم نحكيه رغم التاكيد على اهم شيء السريه في هذا الامر، ولكن عم نحاول نشوف ما يحيط بهذه القضيه. هل ممكن ايضا الطلب المساعده من حزب الله، لانه نجح مؤخرا في هذا الملف وقبل ايضا مفاوضات بتعملها الدوله اللبنانيه، وهي بدها تحدد الثمن، بدها تعطي 200 300 400. الدوله اللبنانيه لازم تحدد الثمن، وهذا ما بيصير الا ما ياخذ الرئيس، رئيس الحكومه ياخذ القرار، الباقيين راح يزيدوا عليه. رئيس الحكومة اليوم هو بيتحمل المسؤولية، مش كل واحد من الـ 24 وزير بده يزايد على رئيس الحكومة. بس يعني هو لازم يقول لهم هذا القرار ملتزموا فيه، والا يروح يقعد بيت. انا عم بقول دم هالعسكريين الـ 25 ممكن يفجر لبنان كله. فأكيد انا متعاطف مع رئيس الحكومة، يعني وضعه صعب، بس بده ياخذ قرار. ما بيقدر يقعد 5 شهور وهو انه والله الموضوع صعب والمفاوضات طويله. ايه عم يردد صعب ومعقد. ما بيصير هيك، هذا بنحكيه جمعتين بعدين لازم نقرر. ما بيصير. طيب مين هو الخباز؟ لازم هذا الملف اعطيه خبزك للخباز، مين هو؟ هلا انا ما بقدر احدد اي جهه، بس يبدو انه هن النصره اختاروا انه يحكوا من خلال الشيخ المصري، اختاروا يحكوا مع حزب الله مباشره. بس غير مكلف، ما حدا. لا لما بيطلع وبيزور العسكريين المخطوفين وبيرجع، يعني منسق مع مخابرات الجيش. لو ما قالوا لا، اختاروا الخاطفين انه يحكوا مباشره مع حزب الله من خلال المصري، لانه شعروا انه الحكومه مش موجوده، فاختاروا يحكوا مباشره. هو معروف انه هالشيخ هذا قريب من، هو موجود بهيئه قريبه من حزب الله. يبدو انه الخاطفين عرفوا انه ما في حكومه، وانه الافضل نحكي مع حزب الله. نقوا شيخ قريب من حزب الله، رغم كل هلا المسرح هو هاجم حزب الله. المسرح اللي عم نشوفه شيء، تحت الطاوله في شيء اخر. اليوم يبدو انه حزب الله مباشره عم يحكي معه. ليش وكيف؟ راح نشوف التطور. نعم. التهديدات المتكرره هل دليل قوه عند الخاطفين؟ لا دليل الخاطفين عندهم ضغط الوقت عم يضغط عليهم. نعم. الطقس عم يضغط عليهم، الثلج عم يضغط عليهم،
نقص المؤن، نقص المازوت، محروقات. يعني في مشكله عند الخاطفين، يمكن هن مش عم يعبروا عنها، يمكن هن عم يلصوا الانظار على موضوع اخر، بس هن عندهم مشكله، وهالمشكله يمكن تاخذهم لقرارات يعني سيئه ومسيئه. انا برايي هالموضوع بيستاهل الحسم السريع والكتمان الكلي سري. ما في شيء بلبنان مكتوب، ما كل شيء معروف. رح نتابع بمواضيع أخرى موضوع الحوار دكتور بيضون بعد التوقف والاستراحة أولى. ابقوا معنا مشاهدينا. نتابع معكم مشاهدينا هذه الحلقة من كلام بيروت مع الدكتور محمد عبد الحميد بيضون. دكتور بيضون، في معلومات وقيل مواقف 29 الشهر يعني نهار الاثنين حوار ينطلق الحوار. الرئيس سانيورا المركزية ما أكد على موضوع الوقت، ولكن قال أنه الأمور تسير في معطيات إيجابية. الغير إيجابي أنه لحد هلأ ما صار اتفاق على جدول الأعمال. يعني معنى هالشي حزب الله عم بيحاول من شهر ونص يفرض فرض جدول أعمال متعلق فيه هو بأولوياته، بينما المستقبل عنده يعني وجهه نظر مختلفه، بده يحط جدول اعمال مختلف. لحد اليوم ما صار اتفاق على جدول الاعمال، وانا بعتقد انه مثلا زياره الدكتور جعجع للسعوديه للرياض جزء منها مش بس موضوع الرئاسي، ايضا بده يحكي مع الرئيس الحريري حول شو جدول اعمال الحوار. بده يتفقوا سوا يعني يعني دكتور جعجع بده يكون له مساهمه بوضع جدول اعمال الحوار، النقاط اللي بدنا نحكي عليها. ومنها رئاسة الجمهورية. حزب الله يبدو متشدد بموضوع، بده حوار حول نقطة واحدة. حزب الله هي محاربة الإرهاب. يعني حزب الله حمل شعار هذا محاربة الإرهاب، هذا شعار جورج بوش. يعني لما جورج بوش حمل محاربة الإرهاب وفات على العراق باسم محاربة الإرهاب، أكثر ناس كانوا ضده هن إيران وحزب الله. طيب، وأنه شو هذا الشعار بغطي عدوان اليوم هن أخذوا عن جورج بوش هالشعار هذا وحملوا محاربة الإرهاب. طيب الحكي الحقيقي بالنتيجة كلنا بنعرف، بدك حل سياسي. الإرهاب، ما الإرهاب له أشكال متعددة. بس إذا ما عملت حلول سياسية، الإرهاب بيطلع اليوم بهالشكل، بكرة بهالشكل، بكرة بعدين بهالشكل. يعني الإرهاب منه قالب واحد، الإرهاب بيطلع بيتمظهر بعدة مظاهر. الأساس اليوم بالمنطقة كلها، ليش طلعت داعش؟ داعش هي ثمرة من ثمار أو رد فعل على السياسة الإيرانية. السياسة الإيرانية بالمنطقة إن كان بالعراق أو بسوريا أو بلبنان أو باليمن أو بالبحرين هي سياسة اعتمدت المذهبية. يعني تسليح مذهب معين ضد دوله، يعني عم بيسلحوا فئة من الطائفة الشيعية بكل هالمناطق ضد دوله. بلبنان عم بيسلحوا ميليشيات ضد الدولة اللبنانية. ما بحياتهم الإيرانية بلبنان تعاطوا مع الدولة اللبنانية كدولة، بتعاطوا مع الميليشيات بيسلحوها بيعطوها مصاري وقفوا ضد الدولة. بالبحرين وقفوا ضد الدولة سلعوهم. البحرين أغرب قصة أنه قال في انتفاضة شعبية بالبحرين. بهالانتفاضة الشعبية اللي قتلوا من الشرطة أكثر من اللي قتلوا من المتظاهرين. يعني دائما عم بيموت ناس من الشرطة مش عم بيموت ناس من المتظاهرين. باليمن سلحوا الحوثيين لتنهار التسوية السياسية المعمولة. بسوريا إيران وحزب الله يعني والأسد، طبعا الأسد صار لهم 3 سنين ونص مش حاكين شو حل سياسي. ما عندكم حل سياسي اطرحوا، ما عندهم حل، ما بيحكوك الا بالحل الامني. انه نحن ما عندنا شيء نقوله بسوريا الا انه نحط براميل نقتل العالم نذبح. طيب انتم صار لكم 3 سنين ونص بسوريا، طيب وين الحل السياسي اللي انتم طرحينه؟ فرجيني ايران شو طرحت اقتراح سياسي، ولا اقتراح ابدا. الاسد الشغله الوحيده اللي عملها هي دستور جديد يعطيه صلاحيات اكثر من الدستور القديم. حزب الله ما بحياته حكي بحل سياسي. نحن اليوم عندنا 1.5 مليون سوري. حزب الله ما بحياته التقى مع معارض سوري، واحد معارض واحد ما التقى معه. في كان اتصالات، لا ولا ولا اتصالات ابدا، بتاثير يمكن ضغط اعلامي وكذا التقوا مع احد اركان المعارضه الداخليه واحد. المعارضه كلها، المعارضه اليوم
لها امتدادات، ما في معارضه بسوريا، ما لها امتداد بلبنان او بتركيا او بالاردن، لانه هاللجوء السوري فالش على كل المنطقه. حزب الله عامل كل المعارضه السوريه وكل الشعب السوري عدو، 20 مليون سوري اعداء بس، والشيء الوحيد اللي عم بيحكوه انه لا نحن بنقاتل بنذبح بنقتل. طيب وين الحل السياسي؟ هل ممكن انك تخوض حرب مثل هاي الحرب يعني على داعش وغير داعش بدون ما يكون عندك حل سياسي جاهز؟ طيب شو قال اوباما بالعراق وشو قال حيدر عبادي؟ اوباما بالعراق قال نحن طيراننا مهم وطيراننا بحط خطوط حمر، بس الحل السياسي هو الاساس. نعم. وحيدر عبادي شو قال الحل السياسي؟ الحل السياسي بيقوم على اولا عدم تهميش العراقيين السنه، ثانيا بدهم يخلصوا من شيء اسمه قانون اجتساز البعث، يعني بدهم يسترجعوا الناس اللي يعني ما كانت موالية لصدام بس انه كانت رقبتها على السكين، يسترجعوا بدل ما يكبون. واهم شيء قالوا حيدر عبادي حل الميليشيات. حيدر عبادي ميزته عن المالكي انه اخذ قرار او اوضح، ما بعرف قديش فيه ينفذ، انه كل الميليشيات ان كانت سنيه او شيعيه بدنا نحلها. نعم. بالوقت اللي المالكي كان عم بشجع ايران، ايه مولي ميليشيات اعطي لهي واعطي، يعني ايران بالعراق عم بتمول، كانت المرحله من المراحل 80 ميليشيا. اليوم عم بقول حيدر عبادي لا انا اقدر اوقف بوش داعش وغير داعش، بدي حل كل الميليشيات. طب بلبنان شو؟ هل بيقدر سعد الحريري يقول له لحزب الله انا بدي حل كل الميليشيات بما فيه حزب الله نفسه؟ هذا السؤال الكبير. واضح انه وضع كل العناوين على الطاوله قد لا ينطلق الحوار من خلاله، وبالتالي كان الكلام اليوم الاحتقان السني الشيعي، الوضع الداخلي، الاستقرار، وموضوع الرئاسي مش بالاسماء ولكن ما يحيط بهذا، موضوع السلاح، موضوع تدخل حزب الله في سوريا، هي عناوين كبرى تتطلب هذا الحوار الاشمل. هذه الانطلاقه بدايه يعني كانطلاقه قد تصل الى محطات اخرى، مفيده في هذا الظرف للبلد؟ اكيد مفيده، يعني كل حوار مفيد، اكيد مفيد. والرئيس الحريري يعني حكي لما تشكلت الحكومه حكي عن ربط نزاع، في ربط نزاع. طيب هالحوار كمان يكون ربط نزاع على المسائل اللي ذكرتها، ومنها قصه التدخل بسوريا وسلاح، لانه التدخل بسوريا خطير، مش مسحه، لانه رد الفعل بعدين رد الفعل قاسي رح يكون. يمكن الرئيس الحريري هو الضمان الوحيد للبنان من الموجات السوريه اللي جاي. هلا حزب الله قديش قادر يعمل تنازلات لينجح الحوار؟ بدك تعمل تنازلات من الكل، من الطرفين. الرئيس الحريري يعني شو بيتنازل؟ هو ما عنده ميليشيا ما عنده مدخل بسوريا، انه التنازل الحقيقي هو بده يعمله حزب الله. هل حزب الله جاهز يعمل تنازلات؟ انا سمعت الجمعه الماضيه النائب محمد رعد بيقول انه نحن جاهزين للحوار بس وفقا لقناعاتنا ولما لما نؤمن انه مصلحه لبنان، يعني بعده هو ما بده يغير موقفه، ما بده يقدم الخطوه المطلوبه. هلا الحوار ربما الحوار يساعد حزب الله كله سوا، ولا حزب الله كمان يعني عنده مصيبه جديده انه داخله في اختراق اسرائيلي كثير كبير، يعني مش مزحه اللي صار. ربما حزب الله يلاقي بالرئيس سعد الحريري، والله هو يعني اذا بدك عم بمد لهم حبل الانقاذ اذا صح التعبير. ما بعرف، لحد هلا انا شايفهم متصلبين. هذا المعلن، ولكن البحث قد يكون ما فينا نراهن. هلا ما في شك انه في تطورات ايرانيه، يعني ايران عم ترتمي باحضان الولايات المتحده الامريكيه. بدهم اتفاق نووي، بدهم اتفاق باي طريقه. ايران عم تنهار اذا ما عملت اتفاق مع الغرب، رايحه لانهيار كبير. وحزب الله يمكن مستشعر انه طيب بهالوقت اللي ايران عم تتغير فيه هالقد، نحن ما فينا نضل قاعدين وحاطين كل لبنان تحت الخطر، بده يغير. الرئيس الحريري عم بيعطيهم فرصه انقاذيه، ان شاء الله يستفيدوا منها، بس انا ماني شاعر انه كثير متقدمين. حكيت بالبدايه انه لماذا بين من مستقبل حزب الله طبعا. ولكن موضوع هل هو سني شيعي اللي فرض هذا الامر؟ لا، شو سني شيعي؟ اليوم موضوع الاساسي بلبنان من 2008 لليوم انك انت عندك ميليشيا اللي هي حزب الله، وهالميليشيا عم تفرغ ميليشيات اخرى، يعني منها السرعيه المقاومه وغيرها. طيب هالميليشيا شو بدك تعمل فيها؟ في قرار دولي انه يا اخي انتم اللبنانيين اقعدوا على الطاوله
وتفاهموا هالسلاح شو بتكون تعملوا فيه، لانه الدول الكبرى ما بدها ينشالها سلاح بالقوه، بدها ينشالها سلاح بالتفاهم. بس من 2008 لليوم حزب الله منه قابل يحكي بموضوع سلاح. طيب لوين هالسلاح؟ اذا قلت لي مقاومه، طب المقاومه انتهت بال2000، يعني احنا اليوم 2015 شيء. طيب اذا انت ما حررت مزارع شبعه ب 15 سنه، قديش بعطيك مهله؟ بعطيك 50 سنه؟ مزارع شبعه ما راح تقدر تحررها بسلاح، والغجر ما راح تقدر تحررها بسلاح. هالسلاح هيدا عطيه للدوله اللبنانيه، للجيش اللبناني، والجيش اللبناني قادر بالوسائل الشرعيه انه يحرر. حررنا على الارض. مش انه اليوم حزب الله مش عم بيقول شو بده، لوين بده يوصل؟ هل عم مشان عون عم بيشجعوا لحزب الله انه ايه بسلاح؟ طب لوين بدك توصل؟ قال لي اعطيني الافق اللي انت رايح له. كان عم بيقول انا ضد اسرائيل وسلاحي ضد اسرائيل، فجاه صار سلاحه ضد الشعب السوري. طيب كيف بدنا نخلص؟ بكره سلاحه بصير يمكن ضد الشعب الاردني، يمكن ضد العراقيين، ما بعرف. طيب لوين بدك توصل؟ هذا السؤال الكبير. نحن مش مختلفين سنة وشيعة على انه والله اليوم الخليفة ابو بكر ولا الخليفة علي. موضوع الاحتقان بهذا العنوان، موضوع بلبنان هو موضوع سيادة الدولة. في فريق مسلح عم بيستفز الافرقاء الاخرين وعم يمنع سيادة الدولة. طيب اعطيني يا اخي، انت مسلح، اعطيني اسلوب. وهون انا بقول انه جدول اعمال الحوار، اذا بدنا نحكي بجدول اعمال الحوار، اول نقطة الامن. يعني الوزير الداخلية عم بيحكي طيب منعوني طبق الخطة الأمنية بالباع، ممنوع خطة أمنية بالضاحية، ممنوع أقرب على جنوب. طيب وين بدك تقرب؟ الدولة وين؟ يعني دولة بس بطرابلس؟ يا دولة بكل لبنان يا ما في دولة. اليوم أول بند بالحوار، بدنا نعمل أمن ولا ما بدنا نعمل أمن؟ الرئيس الحريري بده يسألهم لحزب الله، طيب أنتم جاهزين تتنازلوا عن الأمن للدولة اللبنانية؟ تخلوا الدولة اللبنانية تقوم بمهماتها؟ بعدين أهم أهم من الأمن أيضا الإصلاحات. طيب اليوم لبنان اقتصاده عم بيموت، البلد يعني إذا بدك ماليا عم بينهار. طيب إذا ما نعمل إصلاحات جدية، مش هاي إصلاحات سودة الدجاج ولا إصلاحات علي حسن خليل اللي هي بده يشيل ناس ويحط ناس محلهم، يعني هذه أنا بسميها الفساد الأكبر عم بحارب الفساد الأصغر. هذه بدك إصلاحات تبلش من محل بالآخر. الإصلاحات الجدية قدمها الرئيس السنيورة بال 2007، بال 2007 لما انعقد باريس 3، قدم رئيس السنيورة مشاريع قوانين كبيرة 60 70 قانون. وكان رئيس شيراك وقتها اللي هو اخذ على عاته يعقد المؤتمر ويجيب للبنان مصاري، وجابوا للبنان فوق 6 مليار وقتها، كانت مشروطه كلها المصريات بإصلاحات. في اصلاحات قدم رئيس السنيورة، قدم 69 مشروع قانون حطهم بري بالجرور، بعضهم بالجرور بس موجودين بالجرور، فين يرجعوا لهم؟ يعني اليوم مفروض اهم بندين اذا بدك بالحوار، اذا بدنا نترك مثل ما بيحكوا نترك المشكله الرئيسيه اللي هي سلاح حزب الله، اهم بندين هن الامن والاصلاحات. نعم. الامن ما بيتجزا، ما يقولوا لك امن بالتراضي او امن بالقوه، يعني أمن الأمن. اذا بتسمع العام. حزب الله وبري، يوم الامن بالتراضي لما تكون القصه على يوم، يوم لا الامن بالقوه لما القصه على اللي خاطفين العسكريين. انه بري صار بده امن بالقوه، طب ما امبارح كنت بدك امن بالتراضي. طيب الامن لا يتجزا، هذا الاساس بمؤتمر الحوار، الامن لا يتجزا من اخر نقطه بجنوب لاخر نقطه بشمال. نعم. الامن واحد. اثنين، اليوم الرئيس الحريري وانا واثق انه الرئيس الحريري عنده مشروع انقاذي للبنان، بس الانقاذ للبنان مش بالمساومات، الانقاذ للبنان بهول المشاريع الاصلاحيه ومش لحاله. الرئيس الحريري بده يقول بشكل واضح لكل اللبنانيين، انا عندي مشروع اصلاحات 60 70 80 قانون بدهم يطبقوا، اذا ما طبقوا انا ماني ماشي. لانه اذا بس حزب الله بده يشتري منه وقت للرئيس الحريري، بده يشتري منه وقت، هذا خطا كبير. ما يبيعوا وقت، بده يقول انا بدي اعمل اصلاحات، هالاصلاحات هي تنقذ البلد، مش حزب الله ولا سلاح حزب الله، الاصلاحات. الشيء كمان المهم كثير، اظن كل البرمي اللي عم بيبرمها حزب الله بالحوار وبري معه، يعني هن طبخين الطبخه سوا، بدهم يسقطوا اعلام عبده، بدهم انه ينعقد جلسه حوار، بيقعد نادر الحريري، حسين خليل حزب الله ما بعرف مين بيجي معهم. نعم. بعدين يطلع بيان
هالبيان يقولوا حزب الله بعدين انه تجاوزنا اعلان بعبدا. اياه يعني حدا يقبل اعلان بعبدا؟ لازم يعني انا بقول اذا نادر الحريري هو رايح يعمل حوار، بس يفوت على جلسه الحوار او على المدخل يقول نحن ننطلق الى حوار اساسه وقاعدته اعلان بعبدا. ممنوع اسقاط اعلان بعبدا، يعني حزب الله عم يبرم ويلف ويدور ليسقط اعلان بعبدا. لكن واضح انه تخطى هذا الامر، يعني الموضوع صار بمكان اخر بموضوع سوريا والنقي والتحييد. كل جلسات الحوار من 2006 للدوحة لبعدين الحوار بعبدا اللي طلع منه، حزب الله دائما ما بيلتزم، بتتفق معه على شيء ما بيلتزم الا بضرورات ومقتضيات سلاحه. كل مقررات مثلا اول حوار 2006 بمجلس النواب اللي كان بري داعي له وعمل منه قصة، طيب اول بند كان سلاح الفلسطيني خارج المخيمات، طيب وينه؟ حزب الله بعدين صار يقول انه هذا سلاح هو خط الدفاع الاول عن المقاومه. انت نزلت بالحوار وكان امين عام حزب الله حاضر واتفقوا يشيلوا سلاح الفلسطيني خارج المخيمات، فجاه حزب الله بيقول لا هذا سلاح الفلسطيني خارج المخيمات هذا خط دفاع اول عن المقاومه، لانه السلاح يطال باقي السلاح. هذا هو الهدف اليوم. على كل حال اليوم هن الشيء اللي بدنا نقوله، هني عم بيجربوا كل مقررات الحوار السابقة يلغوها. مفروض المفاوض عن المستقبل الانطلاقة من مقررات الحوار السابقة، يقول أنا عم بنطلق رايح لحوار قاعدته مقررات الحوار السابقة، ما بلغي شيء من نوايا حزب الله تجاه إعلام عبدة، نوايا خبيثة جدا يعني. نعم. فلينطلق الحوار، على كل حال ببين يعني واضح المتحاورين واعيين لكل هذا. أنا بخاف أنه هالحوار الثنائي يكون فخ للمستقبل، فخ منه اسقاط اعلان بعبدا، منه تحميل المستقبل مسؤوليه فشل، منه انه طيب البلد ما قال انت يا مستقبل، لا في مسؤوليه كبيره. وانا برايي كان المستقبل لازم يحملها الكل، وين عون، وين بري، وين جنبلاط، وين جعجع، وين الاطراف الثانيه، مسيحيين ومسلمين. ليش بس المستقبل بده يحمل مسؤوليه البلد؟ ما انتم متقاسمين للبلد، يعني عم تقول لي بري وجنبلاط، ما متقاسمين البلد بري وجنبلاط، فيك تعين دركي بدون موافقتهم؟ كل يعني كلهم متقاسمين. طيب انه متقاسمين مغانم الدوله، وقت بنجي للمسؤوليه ما في حدا بده يحمل المسؤوليه، بس المستقبل يحمل المسؤوليه على الجميع، انه بس مش فقط يعني بس الحريري ويفشل الحوار او ينجح، بس الحريري بيطلع على التلفزيون انا بدي انقاذ البلد، انا البلد اهم من، طيب والباقيين هن اهم من البلد، بس الحريري عنده البلد اهم منه؟ هذا المزعج يعني. انا برايي لا، الحريري لازم يحرجهم كلهم، انه تعال فرجيني انت بدي شو رايك، انت جنبلاط شو رايك، انتم مش ام ملحم وابو ملحم. الحوار يحكى بين دكتور جعجع جنرال عون الكتائب، ايضا كان في زياره للرئيس امين جميل الى الجنوب مؤخرا، وبالتالي الجو المسيحي هذا التقارب قد يدعم اي حوار اشمل لاحقا. ممكن يعني طبعا هذا برجعك لقدرة المحاور، قديش قادر المحاور، عنده برنامج يعني المحاور المستقبل عم نحكي. يعني اليوم الرئيس سعد الحريري أخذ كل فريق المستقبل لوين؟ على الرياض. نعم. وكان التقى قبل ما يروح فريق المستقبل، التقى مع الدكتور جعجع. طبعا. شو الهدف؟ بدهم يحكوا بجدول الأعمال. طيب نحن رايحين على حوار، شو بدنا نطرح؟ شو بدنا نحكي؟ بالإعلام شو بدنا نحكي؟ لأنه يعني الحوار هو بالنتيجة معركة سياسية. بدك تديرها اعلاميا، بدك تديرها مع الراي العام، بدك تطرح فيها قضايا اساسيه. طيب المفروض انه راحوا كلهم، وبما فيه الدكتور جعجع عمل جلسه مطوله مع الرئيس. أي. مش هدفه بس موضوع الرئاسي اللي هو يعني معروف انه على نار خفيفه كثير موضوع، بس موضوع جدول اعمال الحوار هو الاساسي. طيب هي معركه هلا تيار المستقبل و14 اذار كلها عم تخوض معركه جديده بوش حزب الله، بوش اللي عم يعمله حزب الله، توريط لبنان بالحرب السوريه، وتوريط لبنان بالانهيار اللي نحن فيه، وتوريط لبنان بالقنبله الكبيره اللي موجوده داخله اللي هي مليون ونص سوري لاجئ. يعني مليون ونص سوري، اذا داعش هلا نقول كتر خير الله انه داعش عملت هالانفلاش وبعدين صارت عم تتراجع، يعني القوات الكرديه لوحدها عم تخليها تتراجع. وطبعا الامريكان حاطين خطوط حمر، يعني ممنوع يوصلوا على او تجاوز، وممنوع بغداد. يعني اليوم الطريف بالموضوع انه الامريكان هن اللي حامين بغداد، مش ميليشيات ايران مثل ما بيحكوا، بغداد حامينها الامريكان لانه حاطين خط احمر. هلا عال
داعش عم تتراجع. لو بس داعش اذا عملت انتصار صغير بيصير عندها جاذبيه قدام الشباب السني بكل العالم العربي. نعم. بس يعملوا انتصار واحد، وهذا نحن عايشينه بلبنان. كانت ميليشيا صغيره يكون عددها 100 شخص، تعمل انتصار صغير يصير عددها 2000 تفلش. هلا داعش يعني بنقول كتر خير الله عم 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 تضمر، عم تتراجع. بس اذا عملت انتصار صغير بتاخذ الشارع. نعم. اليوم سعد الحريري مهمته كثير كثير صعبه، بده يكمش الشارع، عم تجرب داعش تاخده منه. وحسب الله شعروا بالاخر انه اذا داعش اخذت هالشارع راحوا هن. بين التطرف والاعتدال اذا بدنا نقول. هن اذا داعش اخذت هالشارع السني صار حزب الله معرض داخليا لحرب استنزاف. الحريري جاي مشروع انقاذي لحزب الله وللبلد. وانا بقول اعلان بعبده نفسه هو كان مشروع انقاذي لحزب الله، بس حزب الله وين؟ حزب الله مع ولاية الفقيه، ما بده يفكر، بده شو بقول ولي الفقيه؟ بدنا نشتغل خلص. نعم. زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني جاي على بيروت، أنا بقول غير مرحب، غير مرحب فيه لا هو ولا دولته، ولكن قد يسهم في نوع كما جاء في النهار المصادر أنه بهذا ما يجري بالداخل من حراك. الإيرانيين يعني ما عم بيسمعونا إلا كلام كله غرور وغطرسة. امبارح علي ولايت اللي كان وزير خارجية ولليوم مستشار للمرشد بيقول نفوذ ايراني يمتد من اليمن للبنان. فسر لي شو هالحكي هذا؟ شو كيف يعني شو نفوذك يعني انت شو بتمثل انت يعني؟ انت مشروع مذهبي، انت صمت المنطقه سني شيعي، ما بحيط المنطقه كانت الا عم تحكي بالعروبي، انت جيت قسمت المنطقه سني شيعي، شيعه المنطقه قسم كبير منهم اخذتهم انت بتمويل برشوات يعني بالحقيقه مش تمويل رشوات وحرضتهم على دولهم. انت شو من خربت العراق، ايران خربت العراق. انا بقول لك الامريكان، طيب الامريكان احتلوا العراق وفلوا، طيب فلوا قالوا انه نحن بنساعد على بناء الدوله العراقيه. انتوا ليش يا ايران؟ هن عم يبنوا الدوله العراقيه يعني المالكي. نعم. بيقولوا المالكي صرف خلال ولايته 8 سنوات 1300 مليار، عم تخيل هذا 1300 مليار. نعم. طيب ليش ما بنى جيش عراقي؟ ليش فجاه الجيش العراقي تبخر؟ مش مسؤولية الأمريكان. ما الأمريكان فلوا. قديش بدي أنا بلبنان لأبني جيش؟ بدي سنتين. بالعراق لأبني جيش؟ طيب افترض بدي 4 سنين. طيب أنت مالك 8 سنين صرفت 1300 مليار، ليش ما بنيت جيش؟ لأنه إيران كانت عم تمول ميليشيات وعم تخترق الجيش بالميليشيات، مثل ما عم يصير بلبنان. عنا ميليشيا اسمها حزب الله عم تخترق الجيش، وبتعرف قصة المخابرات يعني صارت كتير مفروشة. إيران عم بتمول ميليشيات بالعراق وبسوريا وبلبنان، ميليشيات ضد الدول وضد الشعوب. وإيران هي اللي مسحت الحدود، مش داعش. داعش اجت ردت فعل. لا. إيران شالت الحدود بين العراق وسوريا ولبنان. حزب الله راح على سوريا شال الحدود قبل ما تنشأ داعش بسنتين. اليوم إذا بدنا نرجع نرتب المنطقة، إيران بدها تحترم حدود الدول الوطنية، بدها تحترم العلاقات من دولة لدولة، بدها تتوقف عن تمويل الميليشيات. وهذا مرتبط بحواره بنتائجه مع الأمريكان والغرب؟ كل هذا اللي بسموه نفوذ واللي هو أوهام يعني. نعم. أنا برأيي كله نقاط ضعف، بس هذا اللي بسموه نفوذ هن عم يجربوا يوصفوه وين؟ بالمفاوضات النووية. طيب بقول له يعني خير إن شاء الله، إذا إيران امتلكت قنبلة ولا ما امتلكت قنبلة، شو بتغير بميزان القوى؟ نعم. إيران دولة ضعيفة ما فيها تغير ميزان القوى بالمنطقة، ما فيها مثل ما عم تعمل هالغرور انه هي والله هي بتقدر تقرر مصير المنطقه. انتم دوله ضعيفه، موازنتكم، موازنه ايران على فكره هن بصير يعطوك ارقام وشرحوا، موازنه ايران اللي هي 75 مليون قد موازنه اسرائيل اللي هي 7 ملايين. يعني ما نضحك على بعضنا يعني. رح نتابع معك دكتور بيضون ونصل الى القسم الاخير من كلام بيروت بعد هذه الاستراحه. نتابع معكم مشاهدينا القسم الأخير من كلام بيروت مع الدكتور محمد عبد الحميد بيضون. قبل ما نحكي ما جاء بصحيفة المستقبل اليوم بموضوع الجيش والاتفاقية قد تبرم الثلاثاء بمساعدة السعودية 3 مليارات والمليار أيضا 4 مليارات الرابع. انتبه أنا بدي أعمل مقارنة. إيه؟ الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي أكبر اقتصاد بالعالم. نعم. واللي هي أكبر موازنة بالعالم، يعني الولايات المتحدة الأمريكية موازنتها شيء 3500 مليار هيك شيء يعني بهالحدود. 3500 مليار بتعطي لاسرائيل مساعده 3 مليارات.
وبتعطي لمصر مساعدة مليار مليار و200 مليون، بتعطي للأردن مساعدة هالسنة رفعوها لمليار. نعم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية هالضخامة بتعطي هالمساعدة. المملكة العربية السعودية بقرار من الملك، نعم، بيجي بيقول الجيش اللبناني اليوم عم بيتعرض لضغوطات، أنا هالجيش اللبناني بدي أرفع له وضعه. نعم. عطاه مساعدة أكبر، أكبر مساعدة بتنعطى بدول العالم كلها. نعم. ولا أمريكا قدمت مثلها، مش للبنان، لأي بلد تاني. طيب. ولا يعني أمريكا عم تعطي لإسرائيل 3 مليار، المملكة العربية السعودية عطيت للجيش اللبناني 3 مليارات ونصف، ونص مليار لقوى الأمن والأمن. نعم. العام ولا أكبر مساعدة يعني. هاي لازم يشوفها الشعب اللبناني إنه يعني بعد الدعم اللي أخذوه بعد حرب 2006، هاي أكبر دعم بيجي للشعب اللبناني. نعم. وهي لازم نستفيد منها، مش انه والله نكبهم يمين وشمال انه عم نحط مصاري بسله مفقوطه. نعم. لازم نستفيد منها لنوقف الجيش اللبناني وقوى الامن على اجرائهم، ويصير عندنا فعلا قدرات دفاعيه، قدرات امنيه يعني مختلفه جذريا عن الماضي. نعم. يعني هاي لازم نقدر نمسح فيها الاساليب الماضيه. نعم. مثل ما ذكرت العنوان، الاتفاقيه الفرنسيه تبرم الثلاثاء وطلائع المليار خلال اسابيع، المليار الاخير. ولكن الكلام اليوم انه لماذا يعني اكثر من اتفاقيه واكثر من وافد، يمكن البعض لا يدري بتفاصيل توقيع هكذا اتفاقيات، هل بتشوف حصل تاخير بتسلم الجيش هذه المعدات؟ ما حدا له مصلحه بتاخير. السعوديه عم تقول للعالم كله انه انا الاطراف المشاركه معي بالحرب. نعم. على داعش عم بدعمها كلها، ما خلت ولا طرف، عم بيدعموا العراق، عم بيدعموا. نعم. كل وفرنسا ما لها مصلحه بتاخير. انا ما بعتقد صار تاخير، بعتقد هذه اجراءات والسلاح منه موجود، قال بيفتح الباب وباخذ الهليكوبتر، بياخذ اجراءات في تفاصيل، بده وقت، شيء بده يتجمع، شيء بده يتركب، شيء بده يتصنع. انا ما بعتقد في التاخير من مصلحه حدا. فرنسا ما بدها تاخر، ليش بتاخر؟ فرنسا على العكس كثير مهتمه، وهي دوليا مفوضه بحمايه. نعم. لبنان. أيه. بحمايه استقرار لبنان. ما عندها مصلحه بتاخير نهار. والمملكة السعودية لو بتأخر ما عطيت، ليش بدها تعطي هالمساعدة للبنان لو بتأخر؟ فما بعتقد في تأخير. إذا في تأخير هو كان إعداد اللوائح، يعني يمكن تاخذ وقت إعداد اللوائح. نعم. بس أنا بعتقد ماشي الأمور بطريقها يعني. بدأنا بالحوار وبنختم فيه، هل يفتح وما معنا وقت كثير الباب بموضوع المناقشة، إذا بدنا نقول موضوع الرئاسة، موضوع قانون الانتخاب، قد تتحلحل الأمور رغم الخلافات الداخلية المسيحية أو غيرها؟ كل العالم عارفة انه حزب الله بده وقت، عم يشتري وقت. ليش عم يشتري وقت؟ لانه متورط بسوريا. حزب الله ما شايف افق وين رايحة سوريا. هل الاسد باقي؟ هل الاسد مش باقي؟ بس في انطباع كتير بالمنطقة انه ايران وحزب الله والاسد ضعفوا استراتيجيا عن البحث. ايران ما عادت ايران، ايران عم تتغير. لو في مكابرة والملف، ايران عم تتغير. وايران بالملف النووي قدمت تنازلات كبيرة وحصلت على مكتسبات، بس قدمت تنازلات كبيرة. الأسد ما عاد، كل العالم عارفه، ما عاد يقدر يحكم سوريا. الأسد حده الأقصى يحكم ربع سوريا، وبالتالي هناك نقاش داخلي قد ينطلق. وحزب الله بلبنان خايفان، الشارع السني بلبنان إذا راح التطرف بيفتح حلال حزب الله حرب استنزاف ما بتخلص. يعني استراتيجيا إذا بدك بالمعنى الكبير، إيران بعد كمان انهيار أسعار النفط اللي انهارت روسيا وإيران فيها، في خسارة كبيرة، خساره لايران، لهالمحور هذا اللي بسموه محور الممانعه، هو يعني محور النفوذ الايراني اذا بدك. تراجع كثير، بده يجرب هالمحور يخفف من خسائره. الحريري عم يلتقط هالفرصه ليقول انا بدي وظفها مش لاهزم حزب الله. نعم. انا بدي وظفها لمصلحه لبنان. اذا حزب الله عرف يتجاوب بينقذ حاله وبينقذ الشيعه، لانه الشيعه اليوم بخطر، لانه حزب الله ورطهم ضد الشعب السوري. الحريري هو مشروع انقاذي، خلي حزب الله يتلقط بهالمشروع، ما يعاند ولا يكابر، اهم شيء يخلص من الغرور السلاح اللي هو مضروب فيه، ويبلش يتواضع ويحكي مع الحريري بتواضع، لانه الحريري يمكن هو ورقه الخلاص الوحيده الموجوده بهالمرحله، لانه البديل عن الحوار هو ما يجري واكثر. البديل عن الحوار، الشارع السني راح يتسلح وراح يعمل حرب استنزاف على حزب الله، وراح تصير سني شيعي والمسيحيين، اوعى تفتكر بيكونوا على جنب، مسيحيين راح يدفعوا ضريبه غاليه، راح ينتهي دورهم بالمنطقه. اذا هاي الحرب انفجرت ما في دور مسيحي بالمنطقة، وإذا الحريري فشل الشارع السني راح يصير مع داعش. حزب الله مصلحته اليوم يكون حكيم، هذا الغرور، أطنان الغرور تجمعت عند حزب الله، لازم نخلص منها.
إذا شلناها الحوار بينجح، عطوا لها الحريري إمكانيات ينقذ البلد، لأنه تمام سلام عمل لكم حكومة على ذوقكم، فشلتوا الحريري مش جاهز ليفشل، فشل الحريري فشل للبنان مش للحريري. شكرا لك دكتور محمد عبد الحميد بيضون على هذه المقابلة اليوم ووجودك بالاستديو بكلام بيروت، وشكر للمشاهدين على المتابعة، إلى اللقاء.